يشدنو انه التحقيقات بعدها مستمره بقضيه فرح قصاب اللي توفت هي وعم ينعمل لها عمليه تجميل باحدى المستشفيات بالنقاش. ثاني خبر بيتعلق بموقف جديد عطاه وزير الداخليه حول الوقت اللي نحن بحاجته لاجراء الانتخابات. وثالث خبر بيتعلق بضبط اكثر من طن حشيشه بمحدلي للزفت. على الأقل على الأقل 7 أشهر بموجب الدراسة، من 6 أشهر ل7 أشهر كحد.